كلية القانون في جامعة قطر، الجهة التعليمية الوحيدة في قطر التي تقدم شهادة البكالوريوس في القانون، كما تسعى إلى ترسيخ دعائم العلم القانوني وتخريج الكفاءات الشابة. وتتميز الكلية باحتوائها على نخبة من أساتذة القانون تساعدها على تحقيق التزامها بتوفير التعليم القانوني الأفضل لطلابها الذين يقارب عددهم 1800 طالباً وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير. وقد تمت الموافقة أخيراً على استحداث 3 أقسام أكاديمية: قسم القانون الخاص، قسم القانون العام، وقسم المهارات القانونية. اسمي طالب حامد العيسى المناعي. حمد الحبابي، طالب كلية القانون في السنة الثالثة في جامعة قطر. طالب عبد الكريم القحطاني، طالب سنة ثالثة في جامعة قطر كلية القانون. طبعا السبب الأول والأخير اللي أنا اخترت فيه هذا التخصص اللي هو تبعا لوالدي الله يرحمه إن شاء الله، عشان أكمل مسيرته المهنية إن شاء الله، ويعني أتمنى أن أرتقي إلى مستوى إن شاء الله، وخاصة في هذا المجال القانوني، خاصة في السمعة اللي في البلاد له ما إلى آخره. سبب دخولي إلى جامعة قطر هو أول شيء توصية من الوالدين وبرا فيهما أني أقعد في الدوحة، مع أن جاني قبول أصلا خارج الدوحة، ولكن مثل ما قلت أنا برا في الوالد والوالدة، فاضطررت أني أنا أختار جامعة قطر. وخاصة السبب الثاني أنه هي تقريباً الجامعة الوحيدة اللي توفر هذا التخصص في داخل قطر، ومن أفضل الجامعات في إطار مجلس التعاون الخليجي في تقديم هذه المادة، والدليل أن هناك طلاب من خارج قطر ومن دول مجلس التعاون ودول عربية وبعد دول أجنبية أتوا إلى قطر لدراسة هذا التخصص بالذات لنجاحه في جامعة قطر إن شاء الله. دخولي إلى كلية القانون جاء بناءً أولاً على شغف في دراسة القانون، وأيضا اهتمام الدولة في أن تنشئ طلبة قانونيين على مستوى عالي، فهذا سبب دخولي الأكبر في جامعة قطر بالتحديد في كلية القانون. اخترت جامعة قطر لأنها تلبي الاختصاص اللي أنا أحتاجه، أو ميولي متجه لهذا الاختصاص والقانون. كسبت مهارات كثيرة في هذا الكلية، وخلال مرحلة 3 سنوات في الجامعة كنت أكتشف يوم بعد يوم بأن الجامعة تخطو خطوات سريعة للأمام، مما زادني ثقة بهذا الجامعة وما زاد شرف أني أكون خريج بهذه الجامعة. طموح الأول أني أكون محامي إن شاء الله، وأشرف قطر بهذا التخصص وبهذا المجال إن شاء الله في المستقبل. نظرتي المستقبلية طبعاً في أني أحقق رؤية قطر 2030 في تكوين منظومة قانونية قوية تطبق داخل دولة قطر. مثل ما تعرفون رؤية قطر لها أهداف عديدة، منها تطوير المنظومة القانونية في دولة قطر، وأيضاً يعني من واجبنا كقانونيين مستقبليين أن ننشر الوعي القانوني داخل دولة قطر. طموحي المستقبلي كطالب بعد ما تعمقت في دراسة القانون في 3 سنوات، اخترت أني أكمل هذه المسيرة إلى الماجستير إن شاء الله،
وإلى رسالة الدكتوراه بإذن الله، وأكون باحث في المجال القانوني. طيب، اليوم نكمل دراستنا عن جريمة الاعتداء على سلامة الجسم. مثل ما قلنا لكم أن أمامنا جريمتين، جريمة اعتداء عمدي على سلامة الجسم وجريمة اعتداء غير عمدي على سلامة الجسم. تتفق هاتين الجريمتين في مسألتين أساسيتين، اللي هم إيش؟ اللي هم الشروط المفترضة والركن المادي للجريمة، ويختلفون في مسألة إيش؟ الركن المعنوي للجريمة. فجريمة الاعتداء العمدي صورة الركن المعنوي لها القصد الجنائي، صورة الركن المعنوي لجريمة الاعتداء العمدي القصد الجنائي. ما هو القصد الجنائي وما هي عناصر القصد الجنائي عبد الكريم؟ العلم والإرادة. ماذا يجب أن يعلم الجاني به؟ ماذا يجب أن يعلم الجاني؟ يجب أن يعلم بالشرط المفترض، أحسنتوا، ويجب أن يعلم أيضا بخطورة الفعل الإجرام الذي يقوم به، ويجب أن يتوقع النتيجة الإجرامية على أقل تقدير. هذا عنصر العلم. أما بالنسبة للعنصر الثاني وهو عنصر الإرادة، يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل أو النشاط، أحسنت، وأيضا ماذا؟ إحداث النتيجة الإجرامية. دكتور خالد صالح الشمري، أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. أنا أطرح مقرر قانون العقوبات الخاص لشعبة البنين وشعبة الطالبات. نهدف من هذا المقرر إلى تدريس الطلاب حول الجرائم التي تقع في المجتمع من ناحية الجرائم التي تكون اعتداء على الأشخاص أو جرائم اعتداء على الأموال. نهدف إلى تخريج جيل قانوني يستطيع أنه بإذن الله بعد التخرج إلى العمل القانوني في أي مجال من المجالات الموجودة. طبيعة المقرر مثل ما أنتم يعني شايفين أنه يعتمد على التفاعل بيني وبين الطالب، وأيضا إلى ربط الواقع العملي ضمن الفكرة أو النظرية الموجودة في القانون العقوبات. التفاعل لله الحمد بشكل مستمر بين الطالب وبين الأستاذ المقرر، وهذا سوف ينعكس بعد ذلك على ماذا؟ على قدرته في التواصل الشفوي في المحاكم أو حتى في الجهات القانونية الأخرى. جيل الشباب هو جيل مهم وجدا ضروري. ليش؟ لأنه هو اللبنة التي من خلالها نبني مستقبل دولة قطر، سواء كان في التعليم القانوني أو في التعليم الغير قانوني. هؤلاء الشباب هم الثمرة اللي بكرة بإذن الله سوف تستفيد منها الدولة، وسوف تستفيد منها أيضا مؤسسات الدولة القانونية وغير القانونية، فهم الأساس الذي بإذن الله سوف ترتقي به دولة قطر، مما يحقق رؤية قطر 2030. اليوم راح نتحدث عن جريمة الاعتداء العمدي على سلامة الجسم، بالحديث عن ماذا؟ عن صورة القصد الجنائي لها بشكل مفصل. بعد ذلك سوف نتحدث عن عقوبة الاعتداء العمدي البسيط وأيضا عقوبة الاعتداء العمدي المشددة. إذن أصبح أمامي شرط مفترض محل جريمة جسم إنسان حي، وأصبح أمامي ركن مادي عبارة عن سلوك. هذا السلوك قد يكون سلوك يوصف بالضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة، وأيضا أمامي نتيجة إجرامية وهي ماذا؟ المساس بسلامة الجسم، وأمامي علاقة سببية وهي سببية الملائمة. الآن سوف نتحدث عن القصد الجنائي. هذا القصد الجنائي يكون أمامي جريمة عمدية. ما هي عناصر القصد الجنائي عبد الكريم؟ العلم والإرادة. ماذا يجب أن يعلم الجاني؟ يعلم بالشرط المفترض، أن يعلم بأنه أمامه جسم إنسان حي. أيضا ماذا يجب أن يعلم؟ يجب أن يعلم بالركن المادي المكون من السلوك والنتيجة الإجرامية. أحسنت. والآن نتحدث عن الإرادة. يجب أن تتجه إرادة الجاني لإحداث النتيجة الإجرامية. أولاً العلم. يجب أن يعلم الجاني أن المجني عليه إنسان حي، بمعنى الذي يقع عليه الاعتداء جسم إنسان حي. جامعة قطر وكلية القانون بجامعة قطر هي الكلية الوحيدة اللي تقدم برنامج بكالوريوس بشكل مختص. نعم هناك كلية الشرطة وكلية أحمد بن حنبل العسكرية، لكن من الناحية الأكاديمية جامعة قطر تختلف طبعا عن جميع الجهات الأخرى، لأنه هناك الجانب الأكاديمي فيها هو الذي يطغى على الجوانب الأخرى، وكذلك أيضا ما توفره إدارة الجامعة للكليات مما يسهل على مسألة التعليم القانوني. وجود مواد عديدة، مجالات عديدة، مثلا في كلية القانون هناك قسم عام وهناك قسم خاص، هذا قد لا يحدث في الجهات الأخرى التي تقدم برنامج البكالوريوس في دولة قطر. لذلك هناك تركيز أكثر، هناك جودة علمية أكثر من باقي الجامعات، لأنه هي الجامعة الوطنية ويجب أن تكون كذلك، يعني بصفتها جامعة وطنية تخرج الأجيال بشكل أساسي. بعدما تأكدنا أنه أمامي
أو توفر لدي عنصر العلم، توفر لدي عنصر الإرادة، نكون أمام ماذا؟ جريمة اعتداء عمدية على سلامة الجسم. ما هو القصد الاحتمالي يا شباب؟ ما هو القصد الاحتمالي؟ القصد الاحتمالي نعم توقع النتيجة، توقع حدوث النتيجة الإجرامية زائد إيش؟ عن طريق ما يسمى بماذا؟ القبول، هو توقع النتيجة الإجرامية وقبول حدوثها. أما القصد المباشر ما هو؟ التيقن، أن يعلم الجاني علماً يقينياً بأن سلوكه الإجرامي سوف يؤدي إلى حدوث نتيجة إجرامية لا يرغب بإحداثها بتاتاً، لكن إيش؟ يعلم علماً يقينياً بأنها سوف تحدث. هل يتصور قيام القصد الاحتمالي والقصد المباشر في جرائم أو في جريمة الاعتداء العمدي على سلامة الجسم؟ طبعاً الأجواء هني استثنائية، طبعاً خاصة لما تقارنها أنت بجامعات أخرى أو حتى بالمراحل التعلمية الأخرى من الثانوية والابتدائية، حياة الجامعية غير، الطالب هو مثل ما يقولون سيد نفسه، هو يملك قراره، فهذه هني مثل ما تقول مرحلة مصيرية في حياة الطالب، لأنه هو هني يقدر يكون شخصيته ويكون له مسار مستقبلي للعشرين أو 25 سنة الآتية في المستقبل. جامعة قطر طبعاً الجو هنا صحي ويساعد على تطوير الفكر القانوني لدى الطالب، وأيضاً التشجيع على تطوير الأفكار لدى الطالب، يعني ما يكون هناك حكر على الطالب بالنظرة التقليدية للقانون. يلقى على عاتق الشخص المتعلم الخدمة المجتمعية في زيادة الوعي في المجتمع، سواء من العائلة أو الأصدقاء، وهذا هدف نبيل بالنسبة لكل شخص متعلم. مدرسة رويال كراون في الدوحة تعمل على تزويد الطلاب بمحتوى تعليمي مميز يعتمد على الإبداع والمنافسة في ظل مناهج عالمية مع المحافظة على الهوية القطرية. تشمل المدرسة المراحل الثلاث: الرعاية النهارية، مرحلة ما قبل المدرسة، ورياض الأطفال. وتستخدم في تعليم الطلاب أحدث الوسائل التكنولوجية والمختبرات العلمية والإصدارات التربوية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والإثرائية، أنشطة الروبوت والرياضيات الذهنية لبناء العقل والجسم والأخلاق والقيم. And I'm an English teacher in Royal Crown School. I
mostly focus on learning through fun. That is, I involve videos related to the story, the chapter, the lessons. I involve more fun, more activities, so the children can have fun through their lessons. But it's all related to the lesson, not out of the lesson. It's all related with the lesson. So they don't find harsh to understand it, and they have fun as well. Okay, which is the preposition here? Yassine, tell me. On. Very good. Okay, so we saw on, we saw under, we saw behind, we saw on again. So which one didn't we see? Next to. So who can give me an example with next to? Muhammad. The boy is next to the chair. Very nice. The school wants the children to love coming to the school. They don't want them to cry or be upset to come to the school. So the difference between and what the school, what makes the school stand out is that they focus on mostly to make them love with activities, with different methods and ways. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله درسنا عن سورة التين بإذن الله، سنأخذ فيها تفسيرها وأيضا نتدبرها بإذن الله حتى نحفظها. يلا، من حافظ سورة التين؟ من الذي يحفظ سورة التين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا يا وسيم. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أنا غادة ضيف الله، معلمة مادة التربية الإسلامية في مدرسة رويال كراون. بدرس أيضاً القاعدة النورانية وبدرس حصص حفظ القرآن الكريم، بحيث المدرسة بتقوي الطالب في قراءة القرآن الكريم وأيضاً في تدبر القرآن الكريم، وكذلك في تقوية الطالب في اللغة العربية بحيث دراسة القاعدة النورانية. وأيضاً المدرسة يعني بتهتم في الصلاة بحيث تضع وقت للصلاة، لصلاة الظهر، بريك لصلاة الظهر. وأيضا هذه المدرسة مميزة بحيث تطرح يعني برامج دينية جميلة جدا، مثل عاملين حصص للقرآن الكريم، أيضا عاملين حصص للقاعدة النورانية، حصص كثيرة يعني أنشطة روبورت. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، مدرسة ممتازة. بماذا أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة؟ بماذا أقسم؟ نعم عبد الرحمن. والزيتون، أحسنت، بارك الله فيك. وأيضا مهاب. وهي ثمار مشهورة في فلسطين. أحسنت، بارك الله فيك. وأيضا بماذا أقسم؟ بماذا أقسم الآية التالية؟ الآية التالية بماذا أقسم؟ نعم يا هنا. أقسم بطور سنين. بطور سنين، أحسنتي. التربية الدينية مهمة للطفل بحيث تنمي التنمية الروحية لديه، يعني بتنميه أيضا كيف يتعلم الصلاة، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، أيضا بيتحسن أخلاقيا، يتدبر القرآن الكريم، بحيث يعني يجب على الطالب أن يعرف كيف يقرأ القرآن الكريم. يعني خلاص بيعرف ما شاء الله تبارك الرحمن، المدرسة مهتمة أيضا باللغة الإنجليزية، خلاص بيعرف يعني يكتب، يعني يقرأ ويكتب إنجليزي. خلاص أيضاً المدرسة يجب أن تهتم في الجانب اللغة العربية والتربية الإسلامية، لأنها مهمة جداً جداً في تربية النفس لدى الطالب.
اسمي إيمان سيد مصطفى، المدير المالي والإداري بمدرسة الرويال كراون. بدأنا من أول من 3 شهور فقط، بنسعى إلى تخريج المتطور قادر على مواكبة العصر ومواجهة تحدياته من خلال استخدام أحدث الوسائل التعليمية والطرق الحديثة، من خلال استخدام التكنولوجيا، من خلال مدرسين متخصصين. هو التعليم هنا منهج بريطاني وندرس فيه لغات كمان، بناخد الإنجليزي الفرنساوي وطبعا اللغة العربية والقاعدة النورانية والقرآن الكريم دوت، بالإضافة لأنشطة الروبوت عندنا وأنشطة الرسم وأنشطة عندنا اللاب ساينس واللاب كمبيوتر في البي إي. بنهتم جدا بالأنشطة عندنا لأن دوت أساس المدرسة، لأن مهم جدا أن الطفل يخرج طاقته ويتعلم من خلال اللعب مع التعليم. مشاريع المستقبلية إن شاء الله إحنا دلوقتي بادئين بابتدائي، وإن شاء الله عايزين نفتح إن شاء الله كيجي بإذن الله روضة، وبعدين بنكمل إعدادي وثانوي إن شاء الله بإذن الله. My name is Miss Linda. I'm the principal of the school. Royal Crown School, it's only been open a few months, and we've been working very hard to try to make it a very strong school. It's British curriculum, and we have about 40 students now, only in primary school. And we're taking on more and more students. We're improving our teaching and our learning, and students are very happy here. I have 3 goals for the school. So my first goal is that all the students will be safe in the school. And so some of the time I'm working with the teachers on making the school safe. My second goal is that all the students will be learning. So I've been training the teachers and working with them on the curriculum and the strategies to use in the class, so everyone is learning. And my third goal is that everyone will feel happy about coming to school. So I'm looking each day to make sure the students are happy to be here.